السلام عليكم. في هذه الحصه ان شاء الله غنحاول نخدم معكم التمرين الاول من الدراسه الدول. غنحاول نخدم معكم شي 10 تمارين ولا 11. المهم نبداو على بركه الله. التمرين الاول، التمرين الاول راكم غتلقاو في البلاي ليست، البلاي ليست اللي غتلقاو ليا نتاعو سنتو ليا، وغتلقاو في الباج تاعي في فيسبوك وفي الجروب تاعي في فيسبوك. شافتي؟ ركزوا معايا، دابا غنحاول نكتبو الدال. الدالة اللي عاطينك هاي، عاطينك اف دو اكس تساوي، عاطينا اكس زائد اثنان ناقص اثنان على اكس او كاري ناقص واحد على اكس او كاري على اكس اس ثلاثة. تافقين؟ هذه اف دو اكس. تاعين السؤال الاول قالك فيه، اول سؤال هو قالك حدد د دو اف. هذا هو اول سؤال غيتعطينا على الوطني. اذا كان عطاك هو المجال على الوطني غيقولك اول سؤال هو احسب نهايات، لحقاش عطيك د دو اف، عطيك المجال اللي معرفه فيه الداله. دابا اول سؤال هنا قالك حدد د دو اف مجموعه الثالثه الداله. اول سؤال غتكتب تحديد د دو اف. دابا هاد د دو اف كي غنديرو تنحدو، غنديرو اكس كتنتمي د دو اف تكافي المقام خاصو يكون كيخالف صفر. شنو هي د دو اف؟ د دو اف هي مجموعة العناصر التي لها صورة بالدالة اف، يعني اعداد اللي عندها الصور. دابا لحسبتي باغ اكزومبل اف دو زيرو، غاديك زيرو زائد جوج هاهي ناقص جوج على زيرو ناقص واحد على زيرو أس ثلاثة. زيرو أوكاري زيرو، وزيرو أس ثلاثة زيرو، واحد على زيرو. واش عمركم شتي واحد على زيرو كيكون كتكون عندو معنى؟ واحد على زيرو معندهاش معنى، جوج على زيرو معندهاش معنى. أو كاين مجموعة التعريف، مجموعة التعريف هي أن خاص المقام خاص يكون كيخالف الصفر. تابعي غادي تكاف أن إكس أوكاري كتخالف الصفر لي هادي، و إكس أس ثلاثة تخالف صفر. هادي وهادي غنجمعو بلاصة وحدة، يعني غندي تكاف أن إكس خصها تخالف زيرو، إكس أو كاري تخالف صفر معناه أن إكس تخالف صفر، إكس ثلاثة تخالف صفر معناه أن إكس تخالف صفر. تابعي؟ ركزو معايا دابا مزيان. دابا إذا د دو إف في هاد الحالة شحال؟ هي إر اطوال، يعني ار محروم من الصفر، ولا ار ما عدا صفر. ولا بغينا نكتبوها على شكل مجال كنديرو هاي ما عدا الصفر، هي كتساوي موان انفيني صفر اتحاد صفر بلس انفيني. عرفت تاني السؤال اش غيقولك؟ احسب النهايات عند محدات د دو اف. فين هما المحدات هنا؟ هما الاطراف، الأطراف اللي فيهم المجال مفتوح، يعني فين غنحسب النهاية؟ غنحسبو عند موان لافيني، وغنحسبو عند بليس لافيني، وغنحسبو علاش؟ على الزيرو، باش يكون الزيرو على اليسر، يعني زيرو موان، وغنحسبو على الزيرو على اليمين، يعني زيرو بليس. غنحسبو ليميت لما إكس يؤول موان لافيني، ها اللولة، التانية ليميت لما إكس يؤول بليس لافيني، ها التانية، التالتة ليميت لما اكس يؤول زيرو موان، والرابع لما اكس يؤول زيرو بلس. يعني هاك شوف بالكامل، ليميت لما اكس يؤول موان لافيني تاع اف دو اكس، وليميت اكس يؤول بلس لافيني تاع اف دو اكس، وليميت اكس كيؤول زيرو بلس تاع اف دو اكس، وليميت اكس كيؤول زيرو موان تاع اف دو اكس. يعني هادو هما اللي غتحسب. عقلوا عليهم، عقلوا عليهم، حاولوا تقيدوا في ورقه وستيلو باش ندوزو الاساس، باش ندوزو الاسئله الجايين ونشوفوهم. تاقي دابا ملي حددنا د دو اف غنحاولوا نمسح السبوره. ملي حددنا د دو اف صافي، ثاني سؤال اش قالك؟ قالك احسب النهايات التاليه.
ركزوا معايا في هادشي، عاطيك ليميت هاي النهاية الأولى، لما إكس يؤول بلس أنفيني كـ إف دو إكس، و النهاية التانية ليميت لما إكس يؤول موال أنفيني كـ إف دو إكس. هادو هما النهايات اللي عاطيني، متافقين؟ ركزوا معايا، غندوزو نحسبو هادي وندوزو لهادي. دابا غنبدا نحسب هادي، عندي ليميت لما إكس يؤول موال أنفيني كـ إف دو إكس، أش كتساوي؟ ليميت لما إكس يؤول موال أنفيني كـ هاي هاي أوس إتنان، هادي إتنان على إكس أوس إتنان. فقط كنعوض دابا في التالة، إكس زائد هادي زائد جوج ناقص على إكس أوس إتنان ناقص صفر، نحيد هاد دادو إف من حيدتها نحيدو، مو غنحيد هادي حقاش حد دادو إف صافي، ناقص واحد على إكس أوس تلاتة. تمام علي إلا نعوض، نعوض موال أنفيني موال دو، موال أنفيني زائد جوج ناقص ما لا نهاية، كيشنا في الدرجة ديال النهايات، موال أنفيني أو كار هي بليس لانفيني في المقام، جوج على بليس لانفيني هي صفر. دوس الواحد لهاد موال أنفيني أوس تلاتة، أوس عدد فردي، يعني غتبقى موال أنفيني واحد على موال أنفيني هي زيرو، متافقين؟ ألو شنو غنديرو هادي شحال كتساوي؟ غنديرو لها نيشان كتساوي كيفنا هادي شعطاتنا زيرو، هادي زيرو، هادي شحال موال أنفيني؟ المهم أصلا موال أنفيني زائد إتنان ناقص زيرو ناقص زيرو، فاهمين؟ فقط عوض، اش غنعطينا؟ موال أنفيني زائد جوج هي موال أنفيني، راجل فقير طيتيش درهم غيبقى فقير، موال زيرو أصفار مكيأثروش، إذا نحيدهم موال أنفيني زائد جوج غتبقى موال أنفيني بحال كدير، غدير نيشان كتساوي موال أنفيني تا بحال كنا الإمتحان غدير، وغترجع سطر ودير التعريف، دير لي أن ليميت حيث إكس تؤول موال أنفيني تا إكس زائد إتنان كتساوي موال أنفيني، و ليميت حيث إكس يؤول موال أنفيني تا جوج على إكس أوس إتنان تساوي صفر، دير بحال نجم بحق، و ليميت لما إكس يؤول موال أنفيني واحد على إكس أوس تلاتة تساوي صفر. صلاح ها تعللتي، ها تحسبتي دابا هاد النهاية، عافاكم عقلوا لي هاد النهاية لحقاش مهمة، غنحتاجوها في جدول التغيرات و غنحتاجوها في الفروع اللانهائية، عقلوا على النتيجة. ألو تاش كدير ملي كتسالي هادي؟ كدير إذا هاد الإمتحان الوطني، ليميت لما إكس يؤول موال أنفيني تا إف دو إكس تساوي موال أنفيني، و كتأثر النتيجة باش يبان داكشي منظم، تاقي. دابا غنعاود نكتب، سمحولي نحيد هادي، نعاود نكتب دادو إف باش تبقى عندي موال أنفيني صفر أونيون زيرو بليس لانفيني، يعني اتحاد زيرو بليس لانفيني، فقط عاود كتبت دادو إف حقاش مهمة، هي اللي باش هي اللي باش غنعتمد عليها. و ثم تاني حاجة في جدول التغييرات راه غنعتمد على دادو إف، أنا فنقول لكم، أنا غنوريكم، أنا غنوريكم بنادم فين كيتقاول ملي كيوصل جدول التغييرات، عارف شوية عليك فهمتو، عارف شوية عليكم. دابا أنا غادي بشوية بشوية عليكم، شوف دابا متاقي حدا معايا فين. دابا أشنو هو السؤال اللي كتبت ليكم أنا؟ حسب الليميت عندما إكس يؤول موال أنفيني، أنا كتحسبتها، و الليميت عندما إكس يؤول بليس لانفيني. السؤال اللي كتبت ليكم أنا، كتبت ليكم احسب النهايات، النهايات التالية ليميت عندما إكس يؤول موال أنفيني تا إف دو إكس، و ليميت عندما إكس يؤول بليس لانفيني تا إف دو إكس. دابا غندوز ليميت عندما إكس يؤول بليس لانفيني، غندير ليميت لما إكس يؤول بليس لانفيني تا إف دو إكس ماذا تساوي؟ ليميت
لما إكس يؤول بلس لانفيني إكس زائد إثنان ناقص إثنان على إكس أوكاري ناقص واحد على إكس والثلاثة. صلان هذه أوكاري. دابا شوية عليكم، دابا ركزوا معايا، دابا كنهضروا باش نعوض، ركزوا معايا مزيان. دابا نعوض هذه بلس لانفيني زائد جوج هي بلس لانفيني، بلس لانفيني أوكاري هي بلس لانفيني، جوج على بلس لانفيني هي زيرو، يعني هادي هي زيرو، واحد على بلس لانفيني أو ثلاثة هي واحد على بلس لانفيني، واحد على بلس لانفيني هي زيرو، متافقين. دابا بلس لانفيني إكس عوضتها بلس لانفيني زائد إثنان ناقص زيرو ناقص زيرو، أصفار مكيأثروش يعني غنحيدهم، هادي مندير بيهم، بلس لانفيني زائد إثنان هي بلس لانفيني، يعني هادي غندير لها كتساوي بلس لانفيني، متافقين. وفي التعليل كي غيكون التعليل غندير لي أن ليميت لما إكس يؤول بلس لانفيني تا إكس زائد إثنان تساوي بلس لانفيني، وليميت إثنان على إكس أو كاري تساوي صفر لما إكس يؤول بلس لانفيني، وليميت إكس يؤول بلس لانفيني تا إثنان تا واحد على إكس أس ثلاثة تساوي صفر. صلاً في الأخر نقول ومنه ليميت لما إكس يؤول بلس لانفيني، هذه بلس لانفيني تا إف دو إكس تساوي بلس لانفيني. صلاً أطر النتيجة بحق نهار المجيح، فاهمي؟ دابا غنحاول ندوز السؤال الثالث، ركزوا معايا مزيان. دابا في السؤال الثالث مسح الصبورة، في السؤال الثالث مسح الصبورة هادي باش ندوز السؤال الثالث، ولكن قبل ندوز السؤال الثالث في النهاية غنحاول نقيده هنا باش تبقى عندي، باش تبقى عندي غنحاول نقيده هنا. ليميت لما إكس يؤول موالا فيني تا إف دو إكس تساوي موالا فيني، ها باش تبقى عندي حقاش غنحيدها، متافقين. دابا السؤال التالت ديالك احسب نهايتين نهايات التالية، ثلاثة قالك احسب النهايات التالية، النهاية الأولى هاي عاطيك لا ليميت لما إكس يؤول بلس لانفيني، لا عاطيك سمحوليا لما إكس يؤول اش بقينا؟ بقالنا زيرو بلس و زيرو موال، كولاش قلت لكم من النهايات خاصنا نحسبو ليميت عند موال لانفيني وعند بلس لانفيني وعند زيرو عند زيرو موان وعند زيرو بلس، هاد زيرو يعني زيرو على اليمين، ها هو اللي طرحو لك السؤال التالت، قالك حسب ليميت عندما اكس يؤول زيرو موان تا اف دو اكس، و ليميت عندما اكس يؤول زيرو بلس تا اف دو اكس، صافي قالك ثم اعطي هندسة تأويلا هندسيا، ثم اعطي تأويلا هندسيا لنتائج المحصل عليها، ركزوا معايا. نطبقوا ليميت عندما اكس او زيرو بلس، غنديرو لدينا ها يا سيدي ليميت عندما اكس او زيرو بلس تا اف دو اكس، اش غادي تساوي؟ ليميت لما اكس يؤول زيرو بلس تا اكس زائد اثنان ناقص اثنان على اكس او كاري ناقص واحد على اكس او الثلاثة، دابا ما علي الا نعوض اكس بزيرو بلس زيرو، اش غاطين؟ هاي زيرو زائد جوج شاقي ناقص جوج، علاش؟ اكس او كاري كي ندير؟ ديما بوزيتيف دائما موجب، إذا غتكون لا زيرو بلس ناقص واحد إيشارج إكس بثلاثة
اكس 3 راه تكون موجبه في تكون سالبه. علاش؟ لحقاش ناقص 2 اكل اس 3 هي ناقص 8 ماشي 8 تاقي. الو اشاره اكس 3 راه هي اشاره اكس بحال اش دول شي دول اشاره ديال اكس 3 راه هو دول اشاره تاع اكس تاقي تاقي. ها هو دول اشاره تاع اكس هكا اكس كتعادل في الزيرو هنا بلوس ولا موان هنا بلوس موان بلوس لانفيني ولا موان لانفيني بطبيعه الحال. المهم علينا حنا ما غلطناش فيه. على اليمين تاع الصفر كدير اكس بوزيتيف الو اكس 3 كي غيكون تا هو بوزيتيف يعني تكون زيرو بلوس. لحقاش شارج اكس 3 هي اشاره اكس اكس على اليمين تاع الصفر ها بوزيتيف الو اكس 3 تا هو غيكون بوزيتيف. هاد هي زوج هاي ناقص جوج على زيرو بلوس هي بلوس لانفيني واحد على زيرو بلوس هي بلوس لانفيني ستاند موان مع بلوس هي موان لانفيني موان مع بلوس هي موان لانفيني جوج موان لانفيني موان لانفيني هي موان لانفيني جوج ناقص ما لا نهاية هي ناقص ما لا نهاية. انت دابا الحروطان اش غدير لي؟ هادشي غديرو في الوسخ ولا في عقلك اللي كتحسب بعقلك هادشي غديرو لي في الوسخ. اش غتكتب؟ غتكتب هادي كاملة كتساوي موان لانفيني. وتعالي غدير لي لأن ركز معايا لأن ليميت لما إكس يؤول زيرو بلوس تاع جوج على إكس أسي اتنان عفوا جوج ولا تكتب ناقص لي بغيتو ناقص جوج على إكس أسي اتنان تساوي موان لانفيني. اللي بغيت اما دير الا درت وجه اكس 2 غديرو بلس 30 بطبيعة الحال مع الناقص غتولي موان لانفيني تاقي. بطبيعة الحال اكس و سي ار اكبر من الصفر تاقي. دابا انت غدير لي لان هاد التعليل هاد الاولاني تاقي ولا تقدر دير لي هنا تقدر دير لي كيلا غيدير لي جوج على زيرو بلس يساوي بلس 30 تاقي تاقي تتساوي بلس لانفين سلام تاقي. وغندوزو لهاد 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 لهادي تاي عافاكم عقلو عليا هاد النتيجة ليميت تاع اف اكس تعطيني بلس لانفين. غنحاول مساحة الصبورة باش تحاول ندوز ليكم لهادي لهادي هاي قالت لي التعليل تاع هاد هادي التعليل تاع شنو هو و ليميت لما اكس يؤول زيرو بلس 3 على اكس اس 3 تساوي بلس لافين. عرفتي علاش؟ لحقاش لحقاش اكس 3 بوزيتيف بجوار صفر بلس. علاه؟ ولا تقدر دير هادي كتساوي 3 على زيرو بلس تساوي بلس لافين. عرفتي تقدر تكتب تما الامتحان الوطني الا بغيتي تكتب اغلبية كيديرو بحال هكا تساوي بلس لافين ياك. هذا هو التعليل. هادي راه باينة هادي راه باينة زيرو زائد جوج هي جوج تافقين. هنا اش كيقول؟ لأن هادي لأن هادي كتساوي لأن هادي كتساوي بلس لانفيني كيقول هو إكس أو كاري أكبر من الصفر يكون لي إكس كيكتبو كي كيكتب هاكا هاي. لأن ليميت تاع هادي كتساوي بلس لانفيني هو يكون لي إكس كيتساوي إر إكس أو كاري كبر من الصفر فلاني و المهم نرجع لكم السطر هادي هو ليميت لما اكس يؤول بليس لانفيني تاع واحد على اكس اس 3 تساوي بليس لانفيني. لان وكيدير شي نقط كيكتب هاد على يمين هادي سمحوا لي زيرو بليس هادي ماشي بليس لانفيني باردون سمحوا لي ديرها زيرو بليس. لانه على يمين صفر لدينا اكس اس 3 اكبر من الصفر اكبر او تساوي هنا اكبر او تساوي سلاني كاينه غير بحال هادي كتساوي بلس لافين وغيدير لي ان غيدير طابق الحال هنا لان التالي دابا هو غيعلم فهم وين غيعلم لهاد النهايه علاش كيساوي زيرو غيدير لي ان ليميت لما اكس يؤول زيرو بلس تعالج على اكس او كاري كتساوي بلس لافين وغيكتب وذلك باعتبار لكل اكس كينتمي لار
اكس او كاري اكبر من او يساوي الصفر. هباش هباش ما يكررش لي ان، باش ما يعاودش التكرار ديال لي ان. تشاق اكس او كار ديما موجب تشاقي، وغادي هنا هو يقدر يحيد لي ان الحقاش دار في الاول هنا غيدور غيقول وذلك باعتبار، وذلك باعتبار انه على يمين صفر لدينا ولا نجد اكس والسالات تكون اكبر من الصفر. فهمتوني؟ فهمتوني الفادي ولا لا؟ تاقي حدا معايا الفادي ولا لا؟ صافي انت سيريت ها تدا سيت تالي تاقي. دابا غنحاول ندوز نسيت من التالي شنو غنقول؟ غنقول خلاصة، غنقول اذا كنسنج انا الليميت لما اكس يؤول زيرو بلس تاع اف دو اكس كتساوي موالا فين هاي سلايم. تاقين دابا فهاد ولا لا عافاكم؟ تاقين دابا عافاكم سمحوا لي. دابا غندوز لبلوس لافين، دابا غندوز النهاية عند النهاية الأخرى هاي على زيرو موان. دابا حسب دابا النهاية على زيرو بلوس، غندوز النهاية على زيرو موان. دابا تاقين شنو غنقول؟ غندير دابا هادي نحاول أطرها ياك. غندير ولدينا أيضا، ولكن هالامتحان كنبغي داكشي يكون نظم بحال دابا. لي غدير لها عارضة بحال هكا، العارضة التانية غدير لها بحال هكا. العارضة الأولى لدينا، العارضة التانية ولدينا أيضا. ولا ستارتبول في العارضة الأولى دير حساب الليميت عندما إكس يؤول زيرو بليس ديال إف دو إكس، وترجع ستارت دير لدينا. العارضة التانية دير حساب الليميت لما إكس يؤول زيرو موان تاع إف دو إكس، وترجع ستارت دير لدينا اللي بغيتو. متافقين؟ المهم هو خاص يكون نظمة نظمة. متافقين؟ شنو عندي لدينا ايضا؟ ليميت لما اكس يؤول زيرو بلس زيرو موان تاع اف دو اكس اش كتساوي؟ ليميت اكس يؤول زيرو موان تاع اكس زائد اثنان ناقص جوج على اكس او كاري ناقص واحد على اكس اس ثلاثة. صبر، ناقص واحد على اكس والثلاثة. تاقي ده بس دي مش غنعوض اكس، نعوضها بزيرو موان. تاقي سمحوا لي الحقاش نقدر نمسح، نقدر نمسح هادي، نقدر نمسح هادي، نقدر نمسح هادي، نقدر نمسح تاتش وحسب النهاية التالية. انا دابا وصلت له الحقاش هاد اعتقل اعطي التأويل الهندسي وخص نعطيه في الاخر. المهم باش دابا نشوفو هادي نعوضو، دابا ما عندي والو نعوض اكس نعوضها بزيرو. غتولي زيرو زائد اثنان ناقص جوج، هاهي جوج. كندير اكس او كار على اليمين تاع زيرو، اش قلنا؟ لكل اكس كينتمي ار اكس او كار ديما بوزيتيف، اذا غتكون جوج على زيرو بلس ناقص واحد اكس اس ثلاثة. كيفاش غيكون على اليسار تاع الصفر؟ اش قلنا قبيلة؟ اشارة اكس اس ثلاثة هي اشارة اكس. انا مغديش نقول اشارة اكس في الوسخ باش تعرف. ها اكس ها اكس، اكس كتنعطي في الزاب، هنا كاين موان هنا كاين بلوس، هنا بلوس لافين وهنا موان لافين. انا غادي نجيو اشارة تاع اكس. عندك اكس على اليسار تاع الصفر كي داير؟ سالي. الوغ اكس ثلاثة كي غيكون تا هو على اليسار تاع الصفر؟ سالي. الوغ غادي تكون ناقص واحد على زيرو موان. صلعني تاقي نحيد هادي اش غتكون؟ ركزو معايا، جوج على زيرو بلوس هي موان بلوس لافيني، حقاش على زيرو بلس هي بلس لافين، ناقص واحد على زيرو موان هي موان لافين. صلاح ناقص مع الزائد هي ناقص ما لا نهاية، ناقص مع الناقص زائد ما لا نهاية، ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية شحال؟ شكل غير محدد، يعني فورم انديتيرميني. انت دابا غتعوض هذا، غتعوضو في الوسخ وغتعوضو في راسك. لك شي واحد لك حس سريع في حساب، انا عرفت في الاول راسكم الشكل غير محدد، انا فقط بغيت نعوض لكم نتوما. ما حد باقي ما مولفينش على لي ليميت، تتولفوا عليهم عليك ساوي وتعوضوا في راسك. اش غتقول؟ على زيرو اوكار كي غيكون على اليسار تاع الصفر ديما موجب، اوكار ديما موجب. على زيرو بلس هي بلس لافيني، مع موان موان لافيني، حط موان لافيني هاي. واحد لا اكس ثلاثة
يكسلت كي ندير الله يسعس على الصافي سايبة إلا شكون واحد لا زيرو موان هي موان لانفيني مع هاد الموان بليس لانفيني موان لانفيني بليس لانفيني شكل غير محدد صلا عندي ركز معايا الو فاش غنعمل كاين اللي غيعمل لي في الاول بإكس ولكن هاد إكس زائد جوج ماشي اللي عطاتك شكل غير محدد إكس لحقاش كتعوض بزيرو إكس ما كتأثرش إكس ما كتعوضها بزيرو واش عمرك شي زيرو كتأثر في الجمع في الجمع زيرو ما عندوش تأثير الو هنا ما غتعملش في إكس هادي اللي فين خلق لك الإشكال هادي اللي فين واحد وحلك خلينا وحلك في قار جوطه هادي خاص تحاول تخلص من الشكل غير محدد هنا من هاد البلاصه في هاد البلاصه دونك باش غتحاول غتكتب ليميت لما اكس يؤول زيرو موان تاع اكس زائد اثنان ناقص هنا شنو هو العامل المشترك هنا هادي اكس او كار العامل المشترك هنا ركزوا معايا بلي هادي هي اكس او كار هاي العامل المشترك هنا هو هادشي فاش مضروب اش مخبي حداه واحد واحد لعب قاش قاش العامل المشترك هو واحد على اكس اس 2 علاش لحقاش هاد اكس اس 3 مسكينه ما كتكتب على شكل اكس او كار اكس العامل المشترك هنا هو المقام في المقام اللي كنقول العامل المشترك في المقام هاد اكس اس 3 طن طن بليت خليو جوج على اكس او كار ياك ناقص واحد على اكس او كار اكس هاد اكس 3 ردينا هي اكس او كار اكس العامل المشترك هاو في المقام اكس او كار اكس او كار في البسطه هادي شحال هادي راه هي في جوج هادي راه هي في واحد جوج جوج شنو هي جوج جوج هي في واحد فين هو العامل المشترك ها واحد ها اكس او كار الو العامل المشترك هو واحد على اكس او كار تاقي دابا ركزوا معايا بلاد بشويه ليكم نحاولوا باش قلنا غنعملوا العامل المشترك هو واحد على اكس او كار الو غنعملوا تولي ناقص واحد على اكس او كاري عامل شنو تبقى في بلاصتي عندك هنا جوج على اكس او كار انت عملتي بواحد على اكس او كار ما تبقى جوج عرفتي علاش لحقاش جوج واحد على اكس او كار هي جوج على اكس او كار دابا تشوف دابا انت اش كدير كتجوا نعمل اكس او كار في المقام اللي كاين في المقام هاد جوج هي جوج في واحد غنعمل بواحد على اكس او كار شنو تبقى لي جوج هاي تاقي دابا انا باش عملت عملت بواحد الناقص يعني هاد الناقص غتولي زائد واحد على اكس لحقاش اكس ثلاثة قلنا اكس او كار اكس ملي غتخبي اكس او كار غتبقى اكس بحال هكا هي واحد على اكس او كار في اكس دابا انت ملي عملتي بواحد على اكس او كار شنو غتبقى اكس في المقام يعني هاي واحد على اكس طلع عندي تاقي دابا عافاكم مساحة الصبر تحاول ما امكن نشرح لكم واحد القضية اخرى تصنتو دابا هادي الى عملتي بواحد اكس او كار كاين صاحبك كاين صاحبك اللي غيعمل مثلا غيبغي يعمل انا نشرح لكم باش غيبغي يعمل غيبغي يعمل بجوج على اكس او كار غيعطي على اكس او كار ما يحس غيدير اكس زائد جوج ناقص جوج على اكس او كار عامل شنو تبقى عندنا غيقول حيد جا اكس او كار شتبقى بلاصه واحد مخبي حدا لا قاش 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 شي عملتي بها كامله تحول كامله تحيدها اش تبقى انت باش عملتي بجوج على اكس او كار غتبقى ناقص واحد البسط ها هي علاش اكس اكس ثلاثة جبد منها اكس او كار شتبقى غتبقى اكس يعني لا اكس الا درتي بحال هكا راه لا كاستاذ خاطئ علاش لحقاش تعملتي بجوج ولا عملتي بجوج خاصك تقسم عليها علاش قلنا ديك النهار في الليبي اي حاجه عملتي بها خاصك تقسم عليها بحال دابا انا عملنا بجوج خصنا نقسم ولا جوج راه بحال هادي بحال هادي بحال بحال راه بجوج غيعطوك نفس النتائج فاهمين تاقي دابا حنا غنكتب هو بهاد بارك علي هذا دابا نعوض نجرب غتخرج زيرو زائد جوج ناقص واحد على زيرو بلس واحد اكس او كار ديما موجب اذا واحد على زيرو بلس عامل جوج زائد اكس عوضها بزيرو بلاتي اكس على الله يسرت على زيرو قلنا قبيل سايبه اذا غتولي واحد على زيرو موان زيرو زائد جوج هي جوج ناقص واحد على زيرو بلس هي بلس لافين فاش عامل جوج زائد واحد على زيرو موان هي موان لافين جوج زائد ناقص ما لا نهايه هي جوج ناقص ما لا نهاية لحقاش بحال عطيتك جوج زائد ناقص واحد
هي جي ناقص واحد صالبي دابا جوج ناقص ما لا نهايه. راجل فقير عطى شي دراهم غيبقى تبقى فقير، يعني جي ناقص ما لا نهايه هي ناقص ما لا نهايه. هاي وهنا خصني ندير اقواس، لحقاش درت ناقص ناقص زائد ما لا نهايه، غتولي جوج ناقص زائد هي ناقص ما لا نهايه. كيفاش جوج ناقص ما لا نهايه هي ناقص ما لا نهايه؟ دابا عندي جوج ناقص ما لا نهايه، جوج غطير علاش؟ لحقاش جوج ناقص ما لا نهايه هي جوج، موالفيني في موالفيني هي بلوس لافيني. هادشي غديرو كي قلت لك في الوسيخ، الا كنت كتحسب سريع في راسك كتغلبو بما تمرنتو. دابا اش غتولي؟ واحد على زيرو اكس اوكي كي ندير موجب، الا تولي واحد على زيرو بلوس هي بلوس لافيني، مع الناقص هي موالفيني دغيا بحق. واحد على زيرو موال موالا فيني اكس على الله يسرع تاع الصفر سالبة، إذا واحد على زيرو موال موالا فيني. جوج زائد ناقص ما لا نهاية هي ناقص ما لا نهاية، هنا تولي في ناقص ما لا نهاية، ناقص ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية. صعد هادي أعداد. دابا تصنتولي تا تغتقول بحق جوج ها جوج، واحد على زيرو بلوس شحال عندك اكس أوكاري موجب ديما، واحد على زيرو بلوس شحال بلوس لا فيني مع موال موالفين، هاي جوج موالفين هي موالفين. صلعب واحد على اكس، اكس عوضتها بزيرو غيولي واحد على زيرو موال في المقام، واحد على زيرو موال شحال موالفين، جوج ناقص ما لا نهاية هي ناقص ما لا نهاية، موالفين في موالفين بلوس لا فيني. صلعب تافقي. دابا غنمسح هادي وغندير كتعطيني هادي نيشان نتيجة بلوس لا فيني، وغندير التعليل غندير لي ان ليميت لما اكس يؤول زيرو موان تاع واحد على اكس او كاري غادي يساوي بلس لافيني، ولا درت هنا موان واحد على زيرو بلس كندير بلس لافيني مع موان موان لافيني، راه بحال بحال لحقاش هاد الناقص هادي نديرو حنا واحد على اكس او كاري بلس لافيني ياك. وذلك باعتبار لكل اكس كينتمي ل ار عندي اكس او كاري اكبر من الصفر. صعب شرطي و ركزوا معايا و شوفوا هاد واحد على اكس ليميت لما اكس يؤول زيرو موان تاع واحد على اكس يساوي موان لافين. علاش غنكتب كذلك؟ وذلك باعتبار أنه على يسار صفر إكس أصغر من الصفر. صلاً بحق غتجاوب متافقين؟ كاين شي واحد آخر، كاين شي واحد آخر شايدي، كاين شي واحد اخر غير ما كتب النتيجه غيدير لي ان غيكتب لدينا على يمين لدينا اكس او كاري لكل اكس كينتمي ل ار اكس او كاري اكبر من الصفر، اذا ليميت هادي هي بلس لافين. ركزو معايا كاين عوض هاد التعليل هذا، كاين اش غيقول بلاد عوض هاد التعليل هذا، عوض هاد التعليل هذا اللي درت ليكم، كاين شي واحد اخر اللي غيقول حاجه اخرى. المهم غنحاول نمسح لكم هذا باش نوريكم واش غايقول، كاين اللي عوض هاد التعليل اللي درت لكم ولا اش غايقول، ما غايكتبش هاد النتيجة، غايكتب هنا وغايقول غيحيد هاد، غايكتب هنا غايكتب هاد، غايقول لدينا لكل اكس كينتمي لار اكس او كاري اكبر من الصفر، اذا ليميت تاع واحد على اكس او كاري كتساوي لما اكس يؤول زيرو موان كتساوي بلس لافين. اش واحد على زيرو بلس تافقي غيدوز هادي تافقي هاك هو على يسار صفر لدينا اكس اصغر من الصفر، اذا ليميت ياك عقلوا لي اللي بنيت شافكم ليميت لما اكس او زيرو بلس عطا نحيد، اذا ليميت لما اكس يؤول لاش لم
زيرو موان تاع واحد على اكس اش غتساوي؟ موان لانفيني. ايوا صلاني عندك صحيح، عاديك ساعة في الاخر غيقول. وبالتالي فان ليميت تاع اف دو اكس لما اكس يؤول زيرو موان اش غيساوي؟ وغيعوض. هاديش قلنا هادي يسافيني، غيعوضها دابا. سمحوا لي غنعوض لكم هنا في الوسط، غنعوضها في الوسط. هاد الموا مع بليس لافيني هي موا لافيني، زيرو زائد جوج هي جوج. هاهي هادي باش يعوضها موا لافيني، جوج ناقص ما لا نهاية هي ناقص ما لا نهاية. موا لافيني موا لافيني هي بليس لافيني، غيعوضها في مخو غيقولو بالتالي فإن الليميت تاعتي كتساوي بليس لافيني، غيعوضها في الوسخ. صلاح بعدك صحيح، فاهمين حد معايا في هادي ولا لا؟ فاهمين راه كل واحد كيش غادي في التعليم كي قلت لكم شاقي. ركزوا معايا عافاكم، ركزوا معايا دابا. هو كذلك ملي غيحسب، ملي غيحسب دابا هذا التعليم تاع هذا، هو كذلك ملي غيحسب الليميت اللي قلنا لما اكس يا او زيرو بليس الاولى، الاولى اللي غيحسبها تاع اكس زائد جوج ناقص واحد على اكس او كاري، ناقص سمحوا لي جوج على اكس او كاري ناقص واحد على اكس او ثلاثة. ملي غيحسب هاد ليميت تاع هادي، ليميت تاع اف دو اكس، ملي غيكتب هكا ليميت لما اكس يؤول زيرو بلوس تاع اف دو اكس تساوي ليميت لما اكس يؤول زيرو بلوس تاع اكس زائد جوج ناقص جوج على اكس او كاري ناقص واحد على اكس اس ثلاثة. ملي غنحسب هادي في الاول، هادي حسبناها في الاول هنا، هادي اول مرة اللي حسبناها، اش غيقول؟ غيقول لدينا على، ولا غيقول على يمين صفر لدينا لكل اكس كيت، ولا غيكتب نيشان بلا ما يكتب على يمين صفر، غيقول لدينا لكل اكس كينتمي لار جوج، عندي تانا عفوا اكس او كاري أكبر من الصفر اللي هو المطر. إذن ليميت لما إكس يؤول زيرو بلس تاع جوج على إكس أو كاري أش غيساوي؟ هي جوج على زيرو بلس هي بلس لافين. ما علينا، هاي بلس لافين. علاش؟ بقاش قلنا إكس كاري أكبر من الصفر. ولدينا على يمين، ولدينا أيضا على يمين صفر اكس أو ثلاثة أكبر من الصفر، إذن ليميت اكس كيؤول زيرو بلس واحد على اكس أو ثلاثة كيساوي بلس لافين. علاش؟ لأن اكس ثلاثة أكبر من الصفر. من غيسالي غيعوض، غيعوض في الوسط هادشي، ماشي غيعوض في الوسط ولا في مخو، غيقول زيرو زائد جوج هي جوج، هاي موان مع بلس لافين هي موان لافيني، موان مع بلس لافيني هي موان لافيني، موان لافيني موان لافيني هي موان لافيني. ويقول في الاخر اذا لا ليميت لما اكس يؤول زيرو بلس تاع اف دو اكس كتساوي موان لافيني. وصل عنبي، صل عنبي. وكذلك من شي دابا، دابا عندنا هاد البرهان اللي درت لكم هنا، قلت لكم في هاد البرهان في هاد الميتة اللي خدمت معاكم دابا هنا في الطريقة التالية، غيقول ومنه فان ليميت تاع اف دو اكس لما اكس يؤول زيرو موان كتساوي بليس لافين. هنا دابا ملي غيسالي هاد الطريقة، ملي غيسالي هاد الطريقة التانية اللي وريتكم، غيكتب إذن لا ليميت حيث إكس أو زيرو بليس ديال إف دو إكس كتساوي موان لافين. صلا عنبي، وغيحاول أكثر. كذلك هنا، هنا ملي درت لكم الطريقة التانية تاع التعليل تاع هاد، التعليل تاع الطريقة التانية، يلا دابا درناها، يلا دابا درناها، يلا دابا. في الآخر أش غتكتبو؟ وبالتالي فإن ليميت تاع عندما إكس يؤول زيرو موان تاع إف دو إكس كتساوي بليس لافين. صلاحني تاقعي دابا، مسح السبورة باش نحاول نكمل ليكم. ركزوا معايا، مسح تالي دابا ملي ساليت هنا عطيت تالي شنو غنقول. إذن ياك لا ليميت عندما إكس يؤول زيرو موان تاع إف دو إكس تساوي بليس لافين، وغنقطعها. صلاحني غنحاول نمكن نظم داكشي، هذاك الشيء خاص يكون منظم، يبقى غادي تبقى غادي منظم بالخطوات كي دا وريتكم بزاف الطرق اللي كاين.
المهم شوف، حاول ما امكن تبقى غادي بداك الشيء منظم واعتمد على طريقه واحده منظم، فهمتوني؟ شوف بحال دابا نحسب لي عندهم اكس ام موالفين عطرتها وعطرتها اونكادريتها عطرتها كبير اللي مش عندهم اكس او بلس لافين حتى هي عطرتها في النتيجه النهائيه. نحسب لي عندهم اكس او زيرو موان حتى هي عطرتها في الاخر اللي مش عندهم اكس او زيرو بلس اللي حسبتها حتى هي عطرتها. ولكن عفاكم ما تنساوش هي التعليل، التعليل هو المهم. شرطي دابا غنحاول نعطي الفروع اللانيائية. شنو غنقول؟ لدينا ليميت بلاتي، هاي ليميت هاك ليميت كاين اللي غيقول بحكا غيحاول يكتب على شكل ما بحكا بلاتي سمحوا لي غيكتبها بحكا ليميت ياك لما اكس يقول زيرو بلس تاع اف دو اكس شحال تعطي موالفين، وليميت لما اكس يقول زيرو موان تاع اف دو اكس شحال تعطي بلس لافين. فهمتوني دابا في الجداول اللي حسبنا دابا وغيكتب هكا مهم بصح هادي ياك وغيكتب هكا ملي غيكتب هادو غيأطرم بواحد اونكادرمون بحكا وغيدير سي دو اف ولا غيكتب هادو وغيكتب رجع سطر غادي هو مين هو سي دو اف راه بحال بحال راك واحد كيش غيدير سي دو اف يقبل مقارب عمودي معادلته اكس يساوي زيرو، يعني بالفرنسي سي دو اف ادمي اسيمبتوت، هاي اسيمبتوت فيرتيكال ديكواسيون اكس اتيكال زيرو. صافي و تساليتي فهمتوني؟ هنا غيكتب سي دو اف ادمي سلام شافي. ولا كاين شي واحد اش غيدير؟ واحد كاش غيعبر ملي غيحسب لي ميت عندها اكس او زيرو بلس اف دو اكس غيعطيها التأويل الهندسي تاعها، ملي غيحسب لي ميت عندها اكس او زيرو موان تاع اف دو اكس غيعطيها التأويل الهندسي. ولكن ملي غيلاحظ غيلقى نفس التأويل الهندسي اللي عطاه في الاول هو اللي عطاه في الثاني. متافقين ولا لا؟ متافقين. بهاد الحصة غنكون كتبت معكم بهاد القدر هذا، في الحصة المقبلة إن شاء الله غنحاول نكمل لكم بقية الأسئلة، والدراري راكم غتلقاوه في الباج عندي في فيسبوك وفي الجروب عندي، وغتلقاوه غتلقاوه ليا نتا في الديسكريبسيون إن شاء الله. يلاه خليكم دابا في أمان الله.